كلمة الدم في العهد القديم مذكورة 362 مرة، 103 مرات ذكرت عن الذبائح الدموية أو ذبائح الحيوانية. ليه؟ لأن نفس الجسد هي في الدم، لأن الدم يكفر عن النفس. فإذا هذه البركات من خلال الدم كانت موجودة بفكر الله، والرسول بولس اتكلم عنها ولاسيما إلى كنيسة أفسس. أفسس كان في يهود اللي بيروحوا إلى هيكل أورشليم 3 مرات في الأعياد اليهودية الرسمية حتى يقدموا ذبيحة عن خطيتهم أو ذبائح الأعياد، وأيضا يوم الكفارة العظيم كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس ويرش الدم عن نفسه، عن خطايا نفسه وعن خطايا كل الشعب. فهذه الفكرة كانت موجودة عند اليهود، لكن الفكرة أيضا عند الأمم الذي كانوا يمارسون ذبائح متعددة ومتنوعة لكن لآلهة وثنية. فجاء المسيح وكسر هذا العداء وقربنا إلى الله بواسطة دمه وصالحنا معه وأعطانا سلامه وامتزنا وأخذنا كل هذه الامتيازات وبركات الفداء من خلال دم يسوع المسيح.